انا النمر. احنا اتسرقنا يا باشا، والحكومه لو ما جابتش حقنا احنا مش هنسكت. وطالما الحكومه دخلت في الخط هتجيب الواد ده من قفاه. مش علي نحاول اللي يمد ايده ويسرق اسلحه. انا لو هموت 100 نفس عشان بنتي تقف على رجلها ما يتنزلي جيبي. بنعيش اسوأ ايام في تاريخ السالفه. انا بتفرج على الفيديوهات بتاعته بحس كده انا بتفرج على فيلم ومش عايز البطل يتمسك، مع ان البطل ده بيسرقنا احنا. الواد ده طلع انيابه عليه ورحمه الروح اللي كانت في بطنه محد هيعرف يقف قصاده. انا مش عارف اتلم على مفاصلي من سعيد. قلت الحلقه دي اللي هتركب الساقه كلها. ما تقلقش يا سكالانس، نمر واقع في القفص خلاص. ربنا يعتركم في النمر ابن الدحش دي. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.